وحيدة من مسرحية غنائية لأوبيرات هز الشراع، ألحان المايسترو عبد اللطيف النجار، تأليف وإخراج ضيفنا الأستاذ أحمد الصويعي، وأشعار الشعر الغنائي هشام الخلفاوي. 4 دقائق ونرجع في المباشر مع أستاذ أحمد الصويعي وسيد بحر العرفاوي. يلا خليكم معنا. خلاني وحيد
خلاني وحيدة. خلاني وحيدة جزء من مسرحية الغنائية هز الشراع، كما قلت ألحان الأستاذ عبد اللطيف النجار، تأليف وإخراج ضيفنا الأستاذ أحمد السويعي مصباح، وأشعار هشام الخلفاوي. هل ما زالت متاحة العروض الأستاذ أحمد السويعي هز الشراع؟ هي متاحة للعروض ولكنها محاصرة على مستوى الدعم، ممنوعة من الدعم كما ذكرت أنت، كما بقية الأعمال الملتزمة، كل الأعمال المحترمة وكل الأعمال التي تعالج قضايا اجتماعية أو قضايا سياسية، أو هي محرومة من الدعم في وزارتنا وفي مهرجاتنا وفي عروضنا، بينما العروض التافهة والعروض اللي تعتمد على اللذة الحسية وعلى الجسد، هذيك هي المدعمة من الوزارة بتاعتنا المحترمة هذه، اللي قلت لك أني رأي قرارها مش بإيدها، قرارها مش بإيد التوانسة. بالتالي أنا مش هذه مش المعاناة هذه الوحيدة، يعني مش معاناة بتاع أحمد السويعي مصباح، يعني هذه معاناة كل الفنانين الملتزمين بقضايا المحترمين المحترمين أصحاب الهوية. وين عبد القادر مقداد وأعماله الاجتماعية؟ لماذا اختفى عبد القادر مقداد؟ زعمه حبش يخدم، ولكنه وجد نفسه أيضا في حصار، ففضل أن يحترم نفسه وأن يحترم تاريخه. المهرجانات أيام قرطاج المسرحية كانت تجيب تهتم في السابق، حتى في العهد البورقيبي وفي الأيامات الأولى من عهد بن علي، كانت بالقضية الفلسطينية، وتجيب رجع السيف وأعماله في جنوب لبنان، وتجيب العديد من من الفنانين الفلسطينيين. تو حتى الأعمال اللي جينا من فلسطين لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ولا علاقة لها بالتحرير، ولكن أيضا تعالج قضايا كما قضايا اللي يعالجها المسرح التونسي، اللي هو بكله يعتمد كان على العياط وعلى الصياح وعلى تعبيرات الجسد. فاضل الجعايبي وأمثاله هما جزء من هذا المشكل، اللي أصبح المقياس الوحيد باش تكون فنان وباش تكون تونسي ويقبل العمل متاعك لازم تكون على المط متاعك. احنا المسرحية هذه الأوبيرات حتى ركناها على جنب وقلنا على أساس أن تكلفتها كبيرة، وعملنا مسرحية أخرى أنا والفنان والممثل القدير نبيل ميهوب والدكتورة أنديرة راضي أستاذة بالدراما بجامعة تونسية، وعملنا مسرحية سميناها سنات الروح، والشاعر اللي حاضر معنا سي بحر العرفاوي شاف العرض وأثنى عليه. مسرحية مختلفة، نعم، مسرحية تعالج قضايا إنسانية، قضايا فلسفية، قضايا فكرية، قضايا اجتماعية، وأيضا قضايا حتى لها علاقة بالدين وبالعقيدة. هذه المسرحيات طبعا أيضا قدمنا 22 عرض على حسابنا شخص بلا دعم من وزارة الثقافة، لأنها لا تدعم مثل هذه الأعمال، أو أيضا محاصرة الحالية المهرجان صحيح بعد علاقات وبعد ضغط وبعد غضب منا، وخاصة نبيل هو صديق حتى الجميع في الوسط الفني، جو اللجنة وشافت العرض وعطوها بعض العروض، ولكنها بعض العروض احنا نرفض أن نعرضها للكراسي، يا إما ننظموا احنا عرضنا بما يليق بهذه العملية ما نعرضوش. وبالتالي أنا والحمد لله لأن اللي معايا ما همش محتاجين ماديا، أنا قاعدين نعرض ونقدم في عروضنا مجانية والحمد لله. هذا يحيلني إلى نقطة اللي هي الارتباط الدعم بالأشخاص، والأشخاص هذونا تحددهم اللجان، واللجان هذه تحددهم سلطة الإشراف، اللي هي ما زالت كما ذكرت بكري راهي ما زالت في دائرة مغلقة، اللي قاعدين يشرفوا قدام على المنع العروض في عهد ما قبل الثورة هم تو نفسهم اللي قاعدين يشرفوا على الشراءات. الشراءات هي نفسها قدام منع يعرض أو لا يعرض، يقدم أو لا يقدم، تو تعرض أو لا تعرض، لأنك أنت تقدم باش تقدمها للجمهور. نعم. لابد لها من دعم من الدولة. المسرحيات الهادفة ما يجيش الجمهور ويدفع عليها تساكت، المفروض من الدولة هي اللي تدفع ذلك، لكن ما زال نفس الأشخاص. يعني أنا تجازفون سيد أحمد السويعي مثل بهذا الشراع هذه؟ نعم. تقدمون بأنفسكم للمهرجانات يعني غير مربحة عملية إذا كان الجمهور مقتنع وشاف
يعني مستوى إدارات المهرجانات. يا سي الحسين تقدمنا لكل إدارات المهرجانات، تقدمنا لكل المندوبيات، ولكنها حوصرت وكأنها تم مود باس. العرض هذا لا يمر، على خاطر العرض هذا يحكي على حقبة تاريخية سوداء في تاريخ تونس، الناس اللي هجرت واللي دمرت وعائلاتها وأسرها دمرت، الأم تبكي، الخطيبة تبكي، الأخت تبكي، والأب الابن غادي في الهجرة يعاني. فبالتالي هذه القضايا والمشاكل هذه ما ساعدهمش، هذه تحرك لهم مواجهة، لأن هم طرف فيها الإقصاء هذا اللي كان. فمن إقصاء سياسي إلى إقصاء ثقافي أبشع منه، وكما قال أستاذي بحر العرفاوي هذا جريمة أكثر تحتاج إلى تحرير جديد، والتحرير الجديد لا يكون إلا بتحرير العقول. وتحرير العقول ما نش عارف، كان ربي سبحانه وتعالى في الوضع السياسي رأى هذا باش يتحرر العقول والناس كل، خاصة الناس في التراكن. أنا نحكي لك لأني أنا على أبواب التقاعد وما عنديش مصلحة من وزارة الثقافة وما عنديش طالب للدعم من وزارة الثقافة، وبالتالي أنا نحكي مرتاح. أنا العديد من الزملاء في التراكن وفي المهرجانات وفي القاوي يحكوا ويعترضوا ويحتجوا، ولكنه باش يطلع يتكلم ولا باش يطلع حتى تدوينة ولا باش يعلق حتى تدوينة يخاف لا يحاصر ويمنع من العرض ويمنع من الدعم. هذا الواقع في بلادنا، راه واقع ثقافي مرير جدا. يمكن الواقع السياسي بسوءة أرحم بكثير من الواقع الثقافي. نعم للأسف الشديد.